الله أوقاتكم تلاميذي الأعزاء. ما زلنا في إطار التحدث عن المدرسة. تكلمت لدينا الشاعرة ناجية عدس في قصيدة عن المعلمة. تقول القصيدة: معلمتي رعاك الله يا لحنا من الخلد، ويا نورا يضيء الكون، يا غصنا من الورد. أذبت العمر في تعب وفي سهر وفي كد. معلمتي معلمتي يا خير صحبة الود، في الشكر أرفعه لرمز العز والمجد. سأمضي أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. هناك ألفاظ غريبة ذكرت في القصيدة، منها رعاك أي حماك، الكد أي التعب، والود أي الصحبة، والمهد الفراش الطفل، واللحد أي القبر. سنشرح الآن القصيدة. البيت الأول يقول: معلمتي رعاك الله يا لحنا من الخلد، فليحفظك الله يا معلمتي، فأنت كالتراث الخالد الذي سيبقى في قلوبنا. البيت الثاني: ويا نورا يضيء الكون، يا غصنا من الورد، فأنت كالمصباح المنير الذي يضيء لنا هذه الحياة، وأنت كغصن الورد الذي موجود في هذه الدنيا. البيت الثالث: أذبت العمر في تعب وفي سهر وفي كد، أتعبت نفسك من أجلنا وسهرت الليالي من أجلنا يا حبيبتي يا معلمتي. البيت الخامس: معلمتي معلمتي يا خير صحبة الود، فأنت يا معلمتي خير رفيق وخير صاحب. في الشكر أرفعه للرمز العز والمجد، فأنت يا معلمتي سأرفع لك راية كراية النصر من أجل عزك ومجدك يا معلمتي. البيت الأخير: سأمضي أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، فسأمضي طالبا العلم منذ نعومة أظفاري وحتى أموت. التدريبات: تقول البيت، يقول السؤال الأول: ما أوصاف المعلمة كما وردت في النص؟ وردت في البيت الأول: يا لحنا من الخلد، وورد في البيت الثاني: المصباح المنير، ويا غصنا من الورد. السؤال الثاني: كيف أفنت المعلمة عمرها؟ في سهر وفي كد، كما ورد: أذبت العمر في تعب وفي سهر وفي كد. السؤال الثالث يقول: ما جزاء المعلمة برأيك؟ إذن رد الجزاء بمثله، يجب علينا أن نحترم المعلم وأن نقدسه ونقدره. السؤال الرابع: هل تحب معلمتك ولماذا؟ الجواب: نعم، لأنها الأم الثانية لنا. ننتقل الآن إلى اللغة والتراكيب. يقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. كلمة في سهر تعني عدم النوم، أو النوم المتأخر، أو النوم المبكر.
في سهر أي عدن النوم، عدن النوم. الجملة الثانية تقول أذبت العمر في تعب. كلمة أذبت تركتي، قضيتي، جئتي. أذبت العمر في تعب، قضيت العمر في تعب. السؤال الثاني يقول اقرأ ثم اكتب البيت الذي يدل على هذا القول الآتي: أنت النور للدنيا وأنت شجرة الورد. نذكر البيت الثاني عندما يقول ويا نورا يضيء الكون يا غصنا من الورد. السؤال الثالث أكمل وفق النموذج التالي. تقول الجملة يا غصن من الورد شبه المعلمة بأغصان شجرة الورد. الجملة يا نورا يضيء الكون شبه المعلمة بالمصباح المنير. شبه المعلمة نأتي الآن إلى التطبيقات. السؤال الأول في التطبيقات يقول حدد أحرف الجر والاسم المجرور ما بعده. الجملة الأولى ويا لحنا من الخلد حرف الجر من الاسم المجرور بعده الخلد. الجملة الثانية في سهر وفي كدي. السؤال الثاني يقول أركب من الأحرف التالية منها كلمات. نركب الأحرف الأولى النون والواو والراء النؤو أر نور. الأحرف الثانية ألف راء فاء عين آ أر أف أع أرفع. السؤال الثالث في التطبيقات يقول صل بين الكلمات وما يناسبها. أول كلمة معلمتي، الكلمة الثانية الدرس، الكلمة الرابعة الثالثة العلم،
الكلمة الرابعة الورد. الطرف الثاني الكلمة الأولى نور، الكلمة الثانية عطر، الكلمة الثالثة جميلة، الكلمة الرابعة سهل. نصل الآن بين الكلمات، معلمتي نور أم عطر أم جميلة أم سهل؟ شيء أكيد معلمتي جميلة. الدرس نور عطر سهل، درس سهل. العلم عطر أم نور؟ العلم نور والجهل ظلام. الورد عطر. في ختام درسنا نذكر قول الشاعر بدر الدين الحامد عندما ذكر الأم والمعلمة، عندما يقول: التاركان على جبينك ميسما، هل تذكرانهما وتجهل منهما؟ أم غذتك لبانها وحنانها من قبل أن تلج الحياة وبعدما، معلم وكفى بكل معلم وقد بعث النبي معلما. إذا نتفق أن المدرسة هي بيتنا الثاني، والمعلمون هم آباؤنا وأمهاتنا. شكرا لحسن الاستماع.